الفنانة سما المصري فتحت النار على الرقابة بعدما رفضوا فيلمها الجديد أبو فتلة، وقالت إن الرقابة مستقصدها ومش من حقها توقف الفيلم طول ما هو محترم وخالي من الألفاظ والإيحاءات الخارجة، وهي شايفة فيلمها محترم وهي كمان محترمة. سما والرقابة هيعملوا إيه مع بعض؟ هنشوف. النجمة التركية سنجال أدن الشهيرة في الوطن العربي باسم نور عملت عملية تجميل في مناخرها عشان تصغرها. المقربين من سنجال قالوا إنها مش راضية عن شكل مناخرها ومش قادرة تحب شكلها الجديد، وغالبا ندمت إنها عملت كده. واضح إن الزعيم عادل إمام هيبقى وش الخير على الفنانة نجوى إبراهيم بعد ما اختارها لبطولة مسلسله الجديد أستاذ ورئيس قسم. ليه بقى؟ لأن نجوى اختارها المنتج أحمد الجبري عشان تشارك في الجزء الثاني لمسلسل الوسواس في دور مهم جدا هيكون مفاجأة. ملكة جمال لبنان الممثلة نادين نسيه بن جيم متضايقة جدا من مسلسل تشيلو اللي بتصوره مع تيم حسن ويوسف الخال، لأن طول ساعات تصوير المسلسل ولخبطة مواعيد التصوير مأثرة على حياتها الخاصة ولادها اللي مش عارفة تشوفهم خالص، وده عامل لها حالة من الاكتئاب. معقول يبقى في فيلم افتتاح لمهرجان كبير ويكون فيلم صامت؟ معقول. ازاي؟ هنشوف بعد شوية.